إجراءات بريطانية تخفيفية في الحرب ضد وباء كورونا، وتشديد أيضا في إسبانيا مع فرض تدابير عزل على نحو 200 ألف شخص في منطقة كاتالونيا. فأي مخاطر مع إعادة الفتح وأي إيجابيات؟ معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي محمد قواص. أستاذ محمد، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار مرة جديدة. نتحدث عن هذه الأزمة التي على ما يبدو كل يوم في تطور جديد خلالها. الأوروبيون انتظروا بصبر هذه الإجراءات التخفيفية وعودة الحياة الطبيعية لبلدانهم، لكن على ما يبدو ينعكس ذلك ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات الجديدة. وبالتالي ما المخاطر باعتقادك التي تواجه الدول الأوروبية بعد تخفيف الإجراءات؟ أولا، هذه الحكومات قررت فتح مدنها للاقتصاد بغض النظر عن الرأي العلمي في هذا الموضوع. حتى بريطانيا عندما قررت أن تفتح المدينة حاليا، المطاعم والحانات وكل ذلك، كان هناك مجموعة كبيرة من كبار العلماء والأطباء في بريطانيا يعني نشروا تقريرا يطالب فيها الحكومة بالتمهل في هذا الشأن. لكن واضح جدا أن كل الحكومات، خصوصا في هذا البلوك الأوروبي الغربي، يريدون استعادة الاقتصاد ويريدون الاعتراف بالتعايش مع هذا الفيروس بغض النظر عن ما سيفعله بعد ذلك. طبعا هذه الحكومات ترفق دائما قراراتها بالتهديد بالعودة إلى حالات الإغلاق الكاملة في حال لم يلتزم المواطنون بما تقره وزارات الصحة. وطبعا يعني خلال الأيام الأخيرة كان هناك في بريطانيا عودة إلى الإغلاق الكامل لمنطقة ليستر، وكما أشرت أستاذتي حول موضوع إسبانيا ودول أخرى. واضح جدا أننا عندما نفتح المدينة فأن الفيروس سيعود للرواج من جديد وسيجد ضحايا جدد، لكن ذلك لن يمنع الحكومات من أن تفتح الاقتصاد، لأن ذلك أصبح ربما أهم مما يصيبه. وبالتالي أستاذ محمد، هنا لم تتسرع الدول الأوروبية في اتخاذ هذه القرارات، بل إنها كانت متأكدة من هذه النتائج، ولربما الوضع الاقتصادي أو كل الأمور التي تعيشها مؤخرا جبرتها لاتخاذ قرارات مماثلة. تماما. وأنا طبعا يعني أعود إلى أحد العلماء الذي تحدث أن موضوع إقفال أو يعني إغلاق أو فتح البلدان هو موضوع سياسي وليس علمي، لأن العلماء لا يريدون لهذه المدن أن تفتح وأن يعود التواصل بهذا الشكل. أنا اليوم في جولة بسيطة في شوارع لندن، واضح أنه سيكون من الصعب جدا إلزام الناس بالقواعد التي تريدها الحكومة. طبعا المطاعم لم تفتح كما يراد لها، حوالي 30% من المطاعم لم تفتح، في هناك خوف. وثانيا هناك أيضا إحجام من المستهلك أن يذهب إلى المطاعم أو الحانات، لأنه فعلا في خوف وهاجس كبير من هذا الفيروس، خصوصا أنه بريطانيا يعني دفعت الضريبة الكبرى. صحيح. في أوروبا حوالي 44 ألف وفاة و300 ألف إصابة، وهذه 300 ألف إصابة. والمخاوف مبررة بطبيعة الحال أستاذ محمد مع الحديث عن موجة ثانية. تماماً. ممكن أن تنطلق مجددا، والحديث كان عن أوروبا وعن الولايات المتحدة، آخر التقارير والدراسات أشارت إلى ذلك. لكن ما رأيناه اليوم في إسبانيا، مسألة عزل نحو 200 ألف شخص في إقليم كاتالونيا، هل يمكن أن يتكرر أيضا في دول أوروبية أخرى خوفا من انتشار سريع للوباء من جديد؟ أعتقد أنهم مجبرون على ذلك، سينتقلون من الإغلاق الشامل إلى الإغلاق الموضعي، يعني بمعنى يغلقون ليستر وقد يغلقون مدن أخرى، كما فعلوا في الصين أيضا عندما أغلقوا مدن معينة دون غيرها. القرار السياسي النهائي سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة هو فتح الأسواق من جديد، لأن الاقتصاد أصبح يعاني كارثة. وأنه حتى الآن وبغياب وجود لقاحات، فبالتالي علينا أن نتعايش مع هذا الفيروس، بمعنى سيصبح شريكا لنا في الحياة اليومية، كيف نتعامل معه، كيف نتعايش معه، كيف باستطاعتنا أن نعود إلى حياتنا العادية بوجود هذا المنافس الخفي في حياتنا. هذه طبعا
يعني قصة إنسانية نوعا ما، وهناك تجربة يعني بشرية ستعيشها المدن والدول. هلا كان ملفت عندما نظرنا إلى نشاط الأعمال في منطقة اليورو أستاذ محمد، أنه الضرر الناجم عن فيروس كورونا انحسر بشكل كبير خلال الشهر الماضي بعد أن فتحت شركات أكثر أبوابها، ومع بطبيعة الحال عودة الناس وتشجيعهم إلى الخروج. لكن اليوم هل تشكك بوتيرة التعافي هذه مع عودة بعض القيود؟ يعني من يعرف الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأوروبي كيف كان يعمل ما قبل الجائحة لا يمكنه أن يصدق أن فتح بعض المحلات والشركات والعمل عن بعد والتأقلم مع حالة الجائحة بإمكانه أن نقول أنها أنقذت الاقتصاد. واضح جدا من خلال يعني إحصاء بسيط أن المطعم الذي يشتغل بنسبة 100% اليوم يشتغل بنسبة أقل 30-40%. الناس غير مهتمون إلى التأقلم بالاقتصاد كما كانوا سابقا، فهم يعملون من منازلهم حتى إشعار آخر. وأنه حتى الآن التبادلات التجارية الكبرى بانتظار فتح المطارات وفتح الحدود وكل ذلك. بريطانيا مثلا فتحت إمكانية الانتقال إلى بعض الدول دون دول أخرى، وبالتالي كل ذلك لا يمكن أن يكون رافضا لاقتصاد حقيقي. لكن أيضا الحكومات تحتاج إلى إعطاء إجراءات من التفاؤل لاقتصاديها، وبالتالي لأسباب سياسية أيضا لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية أولى بسوء استخدام أو سوء التعامل مع الفيروس، والمسؤولية الثانية بسوء التعامل مع المشكلة الاقتصادية في هذا البلد أو ذاك. شكرا جزيلا للكاتب والباحث السياسي محمد قواص على المشاركة من لندن.